غادي نعطيك دجاج معمر بالرز او الشعريه على حسب الذوق ديال السيده وكنطيبوهم في الكوكوط بلا ماء وبلا زيت. هذا غادي نعطيك هذه المقادير ديال جوج دجاجات وكل وحده غادي دير القياس اللي بغات. غادي نغسلو بطبيعه الحال الدجاج ديالنا ونخليوه يستقطر. وفي اول مرحله غادي نحتاجو واحد الكميه كثيره شويه صغيره شويه ديال القزبر والمعدنوس والمعدنوس يكون اكثر من القزبر. كنزيدو عليهم شويه ديال سكنجبير طري وشويه ديال وثلاثه ديال فصوص ديال الثوم وشويه ديال الحامض مصير والسودانيه اختياريه اللي كيبغيها. وفي التوابل غادي نحتاجو شويه ديال الابزار الابيض الا كان احسن والا ما كانش نديرو الابزار الاسود والكمون والخرقوم والتحميره والسكنجبير. وكنطحنوا هاد المكونات كلهم كامله في الخلاط الكهربائي مع واحد شويه ديال الماء غير شويه باش كيطحن لينا مزيان. كنشرملوا بهم الدجاج مزيان من الداخل يعني كندخل نحاول ندخلوا ديك الشرموله ما بين الجلده والعظام وندخلوها مزيان في الدجاج. ومن الاحسن اننا نخليهم ليله كامله في الثلاجه الا ما كانش الوقت على الاقل نخليهم واحد ساعه ولا ساعتين باش يشربوا ديك الشرموله ديالهم مزيان. صافي. في اليوم الثاني انا لان غالبا كنخليهم ليله كامله كنوجدوا الحشوه كنحتاجوا فيها 150 غرام ديال الرز اولا الشعريه. الا درنا الرز غادي نطلقوه نص طلقه مع الملح وشويه ديال الزيت والماء ونخليوه يستقطر مزيان. من بعد كنضيفوا عليه الكافه اللي حتى هي كنكون طلقناها من قبل مع شويه ديال الماء وشويه ديال عصير الحامض اولا كنقطعوها حتى هي قطع صغيره وكنقطعوا الكبده حتى هي قطع صغيره وكنضيفوها. كنضيفوا القزبر والمعدنوس مقطعين رقيق والزيتون الخضر مقطع رقيق والثومه بكميه كثيره شويه محكوكه وسكنجبير طري محكوك. الا ما كانش سكنجبير طري ممكن نستغناو عليه نديروا غير سكنجبير اليابس وشويه ديال الزعفران الحر كنحكوها كشويه بين يدينا والحامض مصير مقطع رقيق. وفي التوابل غادي نحتاجو معلقه كبيره ديال الخرقوم البلدي ومعلقه كبيره ديال السكنجبير اليابس مطحون ومعلقه كبيره ديال الكمون ومعلقه صغيره ديال الابزار وجوج معالق كبار ونص يكونوا عامرين مزيان ديال التحميره والسودانيه اللي كيبغي زعما الدجاج ديالو يكون حار. وغادي نضيفوا 4 معالق صغيره ديال توابل الدجاج الى كان عندهم الى ما كانش ممكن يستغنوا عليه. صافي. في الاخر كنضيفوا الزيت زيت العود اولا زيت المائده ولا كنخلطوهم بجوج وكنخلطو مزيان وكنبداو نعمرو الدجاج ديالنا. كنسدو ليهم الرجلين ممكن نخيطوهم وكنوضعوهم على الصدر ديالهم في الكوكوط يعني كنصبقو الصدر هو اللي كيكون لتحت في الكوكوط لانه هو اللي كيشطيب شويه. اييه. صافي. ما كنضيفو لا ما ولا زيت ولا والو كنسدو عليهم وكنوضعو الصفاره وكنخليوها على نار مهيله بزاف تقريبا ما بين 30 40 حتى 45 دقيقه. المهم كل سيده يعني ترد البال مع الكوكوط ديالها كل وحده على حسب الكوكوط اللي عندها. كتحل كتقلب الدجاج ديالها الا كان هو طايب راه مزيان صافي تفعليه ما كانش طايب راه كتعاود ترجعو كيكمل الطياب ديالو. ملي كنحلو راه كنلقاو اصلا طلق واحد المرق يعني راه راه كيطلق المرق ديالو ما يخافوش منه. صافي. كنهزو الدجاج كنحطو يعني في واحد الصحن ولا هذا حتى كيبرد مزيان وكندهنوه بالزبده مخلطه مع شويه ديال التحميره والسودانيه وصوص الصوجا الا كانت موجوده وكندخلوه للفران كيتحمر على نار مهيله. وهذاك المرق الا بغينا نستغلوه يعني ممكن نخليوه يزيد يعقد ونقدموه مع الدجاج. ممكن انا بعض المرات كنقدم معاه غير البطاطس يعني البطاطا كنقيها كنقطعها طريفات وكنرميو في هذاك المرق حتى كيطيبو. من بعد كنهز ديك البطاطا كندهنها بالزيت وكنوضعها في لاطه مدهونه بالزيت وكندخلها للفران كتعاود تتحمر وكنقدمها مع الدجاج. وبطبيعه الحال الزينه كيبقى على حسب ذوق السيده. فعلا غديوه سهله الله يعطيك الصحه ولذيذه واكيد المستمعات ان شاء الله غادي يجربوها. كيجي لذيذ بزاف. سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغسل الدعاء.